المثل يقول: من عاش بالحيلة مات بالفقر. ماذا قال ابن القيم عن هذا المثل؟ هل الحيلة تنفع؟ وهل الأرزاق تأتي بالقوة؟ وما مصير من بنوا حياتهم على الحيلة والفهلوة والتذاكي؟ شكرا للزميل أحمد العبد الكريم، تفضل دكتور. شوف يا أبو يحيى، هذا المثل علق عليه ابن القيم، ترى الناس يعتقدوا، يعني أنا صراحة أضايق، أنا إنسان غيور على المعرفة، يعني أدخل اليوم مثل بحريني، اللي يقول لك مثل كويتي، اللي يقول لك ما هو مثل كويتي ولا بحريني، هذا مثل قديم عربي ملك الأمة العربية كلها، ما هو ملك أحد. يعني حنا في القصيم يقولون من عاش حيلة مات فقر، يحذفوا بعض الكلام، يروب العامية. ابن القيم يقول هذا المثل، يعلق على، يقول: وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، وله أصل في الشرع، قال تعالى: ولا يحيق المكرسي إلا بأهله. خليني أعطيك قصة تلخص كل هالموضوع. طبعا هو الحين الحيلة اللي احنا نسميها الفهلوة، البيضة والحجر، التذاكي اللي تحاول تسوي نفسك انك انت أذهل من الناس. في واحد صديق لي اسمه بصطيف ويسمعني الحين، من ذكائه ومن حيله، كان هو يشتغل مع أسرة سعودية ميسرة، وكان في الشامية في مكة في رمضان عندهم 6 سيارات يصفها هو في الظهر، فتجي انت تعبان من الجنوب ولا رجل من القصيم تبغى موقف، هات 100 ريال وانا اطلع لك سيارة. المهم يبيع مواقف في اليوم، بيع ب500، الى الان فقير ابو سطيف ذا، الى الان فقير، لانه فعلا من عاش حيلة. خذها في المرور، قبل فترة كذا واحد يسقط من السيارات يتخطى الرقابة، لما نخلص مننا كلنا مرة سوى حادث وتعطلت سيارته 5 أيام وخسر. شوف هو كان بيوفر 5 دقائق. الحيلة يا أبو يحيى، أبو تمام ايش يقول؟ ولو كانت الأرزاق تأتي بقوة لما ربح العصفور شيئا مع النسر. ما هي مسألة ذكاء، ولا هي مسألة فهلوة، ولا هي مسألة ذا أبدا، إن البعوضة تدمي مخلة الأسد. فنقول دائما نايفك يستشهد بهالمثل ذا، لأنه فعلا بعض الناس تتذاكى، لا ترى اللي يفوز دائما هو بنية طيبة، يقول لك بنية غلب بنيتين، هذا مثل عامي مشهور. فأنا أقول ابتعدوا عن الحيل، خلك جنب الساس، ترى الفهلة وما نفعت أحد، وكن نقيا جدا. أنا ما أتوقع أنه النقاء ممكن يخسر صاحبه أبدا. هو هذا هو اللي كلام اللي يقول لك ما صير التذاكر. وبعدين دائما 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 الناس اللي جمعوا فلوسهم بالفهلوة راحت بالفهلوة.